بالنجاح. 3 2 1 بقى، احنا كنا 3 1 1 كنا الجيل بتاعنا في البراكتيكال كان مع الاماري، 3 2 1 هيبقى مع الكومبوزيت. هنجيب انسترومنتس جديده، هنجيب مبدئيا كونترا هاي سبيد خلاص. عايز تجيبها ماركه مش عايز تجيبها ماركه، دي حاجه راجعه لك انت براحتك يعني، بس اللي انصح بيه ان انت ما تجيبهاش ماركه. ليه؟ لان تلات ارباعكم بيبقى طالع بعد السكشن مش فاكر حاجه، ممكن ينساها تضيع بعد كده، يقعد يلف عليها ما يلاقيهاش. تمام؟ دي حاجه. هنجيب الكاستات اللي جواها امبريشن كومباوند، اللي هي جواها امبريشن كومباوند عشان هنعمل سيتنج للناتشرال تيل جواها. يبقى هنجيب الكاستات اللي جواها امبريشن كومباوند، وتبقى متاكد ان فتحه المسمار مظبوطه بحيث لما تيجي تربطها جوه الداميان تضربها، لان شغلنا الترم ده كله جوه الداميان. ليه؟ لان ساعتك هتشتغل بكولر، معنى ان انت هتشتغل بكولر هيبقى فيه ميه، فمش هينفع نشتغل بره الداميان، هتغرق الدنيا. خلاص؟ هيبقى شغلنا كله جوه الداميان، ومنها برضه سيميوليشن ان انت كانك تشتغل جوه بوك بيشنت، لان انت ان شاء الله الترم الجاي هتشتغل جوه بوك البيشنت. يبقى احنا اول حاجه الكونترا هاي سبيد، تاني حاجه الكاستات اللي جواها امبريشن كومباوند، تالت حاجه دكاتره الاسنان. الريكوايرمنتس بتاعتنا عشان هنفضل نتسال السؤال ده لغايه اخر يوم في الترم، هي الريكوايرمنتس كام واحد؟ يا جماعه الريكوايرمنتس سهله جدا، 12 و12، 12 كافيتي بريباريشن و12 كومبوزيت. هنشتغل ايه الترم ده؟ هنشتغل كلاس 3 و5 خلاص؟ هنشتغل 6 كلاس 3 يعني مطلوب منك 3 سنان انتيريور، هتشتغل ميزيال وديستال، ميزيال وديستال، ميزيال وديستال، و6 كلاس 5 هتشتغل على الثلاث سنان الانتيريور ليبيال كلاس 5، وممكن تجيب 3 سنان بوستيريور تشتغل فيهم كلاس 5. يبقى انا هشتغل كافيتي بريباريشن ل 6 كلاس 3 و6 كلاس 5. الكلام ده امتى؟ قبل الميد تيرم. يا دكاتره يعني بالسكشن الجاي ادواتك تكون معايا، هتضيع السكشن زي ما احنا عارفين، ماكسيمم 4 في السكشن. خلاص؟ وحكايه ان انت تحضر في سكشن غير سكشنك دي ما بتحصلش، عندك عذر هنشيل لك 4 من الريكوايرمنتس، انما تحضر في سكشن غير سكشنك يبقى هتشتغل لله وللوطن، مفيش امتى هتتمضي في سكشن غير سكشنك. في يا دكاتره عشان ما نقعدش برضه نعيد الكلام ده تاني، ونقعد كل يوم واحد يبقى ماشي عايز احضر في سكشن غير سكشنك، اصل انا مش مكمل الريكوايرمنتس، اصل انا باقي 70 واحده على الريكوايرمنتس، لا. تمام يا دكاتره؟ بعد الميد تيرم مش هترمي السنان، هتخلي السنان معاك، السنان اللي عملت لها كافيتيز هنحط لها، هنعلمكم ازاي تحط لها كومبوزيت ريستوريشن. يبقى احنا قبل الميد تيرم هتشتغل الكافيتيز بتاعت كلاس 3 و5، وهم ال 12 التانيين هتشتغل تحط كومبوزيت جوه الكافيتيز. احنا عندنا 8 اسابيع بنمدي لك 4 في السكشن، لو اشتغلت طبيعي يبقى في 6 اسابيع هتكون مخلص الريكوايرمنت. خلاص؟ حتى لو في اسبوع الديمو ممكن تشتغل بعد الديمو 2، هتبقى برضه عديت سكشن يبقى كانك خلصت في 7 سكشن، يبقى هيبقى عندك سكشن زياده كامل ممكن تخلص فيه 4. اتاخرت بقى على الريكوايرمنتس دي بلاده منك. تمام؟ انما ان انت طبيعي الريكوايرمنتس تخلص في الميعاد ده بالظبط. اوكي يا دكاتره؟ فلو سمحت حكايه بقى انا عايز اذن، انا عايز اشتغل في سكشن غير سكشاني، انا هخش 5 دقايق بس اعمل حاجه في السنه واخلص على طول، لا. وبعدين السنان تيجي جاي عامل سيتنج في البيت، ما تجيش تعمل سيتنج هنا، ما تضيعش وقت السكشن تقول لي اصل انا نسيت اعمل سيتنج للسنان فجاي اعملها هنا جوه الكاست، وتضيع نص السكشن وتيجي في اخر السكشن زعلان ان احنا بنقفل الهواء قبليها بربع ساعه وان احنا كده ما بنسيبلكش وقت تشتغل. لا، احنا بنقفله قبليها بربع ساعه عشان تيجي تعمل ايفاليويشن. تمام يا دكاتره؟ ولو سمحتوا مفيش حاجه اسمها ما كنتش اعرف ان انا لازم امضي الكيسز في الشيت. عشان في ناس جت في اخر الترم انت ما مضيتش الكيسز في الشيت، اصل انا ما كنتش اعرف. لا، انت الشيت بتسيبه عندنا بيتمضي كل سيكشن. مفيش حاجة اسمها تاخد الشيت معاك البيت، معنى إن أنت تاخد الشيت يبقى أنت عايز تزور إمتى.
عايز حد يدي لك امضه كده بتاع الدكتور ويقلدها لك، انما الشيكي بعمل. تمام يا دكاتره؟ يبقى 24 سنه 12 كافيتي و12 ريستوريشن، هنجيب هاي سبيد، هنجيب الكاست اللي جواه البريشن كومباوند، هنجيب على الاقل خمس سنان قديمة. ليه؟ هنخلي واحده للامتحان، احسن واحده مثلا هتجيب سنترال مثلا حجمه كبير وكويس، ده بنخليه للامتحان، هنشتغل عليه كلاس 5 وكلاس 3 في الامتحان. كافيتي وريستوريشن. تمام يا دكاتره؟ وتخلي معاك سنه زياده عشان انت ممكن وانت بتعمل كافيتي سنه تبوظ، ميزيا اللي يبوظ من ناحيه كلاس 5 تبوظ، فنقول لك عيدها يبقى معاك سنان زياده. وثلاثه بوستين عشان تشتغل عليهم كلاس 5. هي دكاتره؟ نيجي بقى للانسترومنتس بتاعتنا اللي هنجيبها زياده. هنجيب طبعا حجم الكومبوزيت، الجل 37% فوسفوريك اسيد خلاص، وهنجيب البوند، وهنجيب كومبوزيت والبرش بتاع الابلكيشن اوف البوند. هنجيب الكومبوزيت ايه والبوند ايه؟ احنا بالنسبه لنا طالما ان انت بتشتغل بره بق العيان هات اي مركب انت عايزه، بس المهم ان انا مش واحنا بنيجي نصلح لو حطينا البروب كومبوزيت يقع، يبقى ساعتها هتاخد درجه وحشه في البراكت. يبقى عايز تجيب نوع مجهول الهويه دي ده براحتك، طالما بره بق العيان احنا مش هنكلمك، بس هتيجي السنه الجايه لو جيت عايز تشتغل بيه جوه بق العيان هنقول لك لا ارمي ده، في انواع معينه هنبقى ملتزمين بيه. تمام يا دكاتره؟ يبقى انا الكومبوزيت والبوند والجل انا مش هتفرق معايا انت هتجيبه نوع ايه، عشان برضو الاسئله كتير اللي بتتكرر، كومبوزيت الفلاني كويس، طب اجيبه واشتغل بيه دلوقتي، طب اعمل بيه كذا، مش هتفرق معانا نوع الكومبوزيت، بنوع الجل، بنوع البوند، بكل حاجه، طالما انا بره بق العيان اشتغل باللي انت عايزه، جوه بق العيان هنقول لك لا في الانواع دي ما ينفعش تحطها جوه بق العيان. تمام؟ دي طبعا الكيت بتاعت الكومبوزيت، لو انت ثلاثة أربعة ممكن يشتركوا ويجيبوا كيت خلاص وهتكفيهم الترم وزيادة لو عايزين تجيبوا مع بعض، مثلا اللي هو بيبقى مش لازم أربعة سيرنج، ممكن بيبقى فيها اتنين سيرنج مع الإتش مع البوند، وممكن لو دخلوا أربعة خمسة مثلا لو الكيت ب 700 جنيه يبقى كل واحد هيدفع له 150 جنيه وهتكفيكم كلكم لغاية آخر الترم، بس المهم ما تبقوش في سيكشن واحد بحيث ايه ان ما حد مش عايز حد بقى يبقى قايل من هنا لهنا اصل الكومبوزيت بتاعي عازمين اصل الاتش انا اديتهوله وهو رايح اخد منه الاتش، لا انت لو حد تشترك مع حد يبقى في سيكشن تاني خالص بحيث ان انت تبقى جاي بالكيت كامله ومالكش دعوه زمايلك. هي دكاتره اهم حاجه المسمار بتاع الكاست، هنشتغل جوه الدمي هات عشان محدش يقول انا ما جبتش المسمار انا نسيت المسمار، محدش هيشتغل بره. اوكي؟ هنجيب سيلولويد ماتريكس باند خلاص كلنا عارفينها، هنجيب بلاستيك انسترومنت للابلكيشن اوف كومبوزيت او اللي هي بون بليدد لو انت عايز تجيبها بون بليدد على طول، بس دلوقتي احنا ممكن نستخدمها طالما برضو بره بوب البيشن. اوكي؟ يبقى ممكن نجيب بلاستيك انسترومنت وممكن نجيب البون بليدد عشان الكومبوزيت. الفينشنج ستونز هنجيب اليالو كودد والريد كود خلاص، هي بتفرق ان الرينج دي بتبقى يا اما يالو يا اما ريد. تمام؟ الاشكال اللي انت عايزها بقى دي فليم تيبرد وراوند اند تيبرد وفلات اند فايف تيبرد اللي انت عايزه. هنجيب الرابر كابس خلاص عشان نعمل فينشنج للكومبوزيت خلاص، وفي بيبقى بيس للفينش بتاع الكومبوزيت بتاع الترا دنت لو حد عايز يجيبه لو هو جايب كومبوزيت كويس، وفي الانتر دنتال فينشنج ستريبس او الابريسيف ستريبس كلنا برضو عارفينها بتبقى ابريسيف كده زي السيلولويد ماتريكس، بس الفرق ان هنا بتبقى ابريسيف شويه بحيث ان احنا نشيل اي كومبوزيت دخل ما بين الاسنان. دي طبعا ورقه الانسترومنتس اللي مطلوبه، هنجيب بيرز جديده بتاع الهاي سبيد، هنجيب
245 و330 خلاص، والراوند بير بتاع الهاي سبيد. اوكي يا دكاتره، اهم حاجه ناتشرال تيث وانت بتاخدها تبقى عارف انها سليمه، ما تبقاش كيرس من الناحيتين تيجي تشتغل فيها تقول لك لا مش هينفع تشتغل فيها. هنجيب طبعا الوجز اللي كانت معانا من قبل كده من ساعه الامالجم، او لو عايز تجيب وجز جديده اللي هي الترانسبيرنت وجز برضه ممكن تجيبها على اساس الكومبوزيت. اللي عايز يجيب لايت كيور ديفايس، لان احنا عندنا في السكشن اربعه بس، ساعات بيبقى عليهم ضغط او يعني بيبقى عليهم مشكله، اللي عايز يجيب لايت كيور ديفايس ويخليه معاه لغايه عيادته دي ممكن، واللي مش عايز خلاص براحته يعني ما هو موجود عندنا. تمام يا دكاتره؟ اهم حاجه يا دكاتره من الاسبوع الجاي من يوم السبت او من يوم الاحد بدايه سكشنكو هنبتدي ديمو، هنبتدي شغل. اللي مش هيبقى جايب حاجه من ادواته هو اللي بيخسر وقته في السكاشن، دي مش مشكلتنا احنا، هتيجي في الاخر الريكوايرمنتس ما خلصتش، هتاخد في الكلاس وورك وحش جدا. في ناس كتير قوي قلت درجاتها في الكلاس وورك الترم اللي فات عشان ما كملتش الريكوايرمنتس. تمام؟ وفي ناس كتير قوي في الفاينل كانت حاله وحش جدا. جدا. درجات الفاينل بتاعتكم كانت سيئه. فالفكره كلها ان انت تبتدي تلحق تذاكر اول باول. احنا الترم ده هيبقى عندنا خمسه تشابترز. اول تشابتر هنكمل لكم الستورتيف ماتيريال، كنتوا خدتوا انتوا الامالجم والاديجن والكومبوزيت قبل الميد ترم. هنكمل الجلاس ارمر والاندايركت ريستوريشن. تمام؟ وبعدين بعد الميد ترم هناخد اللايت كيورينج ديفايس، وهناخد الكافيتي بريباريشن فور كومبوزيت، وهناخد الماتريكس بطريقه مفصله اكتر من كده. تمام؟ ده الكريكلم بالنسبه لكم. نتمنى الالتزام، نتمنى الوقت يا دكاتره بعد ربع ساعه من السكشن، ماكسيمم تلت ساعه السكشن الصبح اللي هو من 9 اخر 9 وتلت عشان تخش. بعد 9 وتلت معلش يا دكاتره مش عايزين بقى الكلام المحرج، اصل المواصلات، اصل العربيات، اصل السكه كانت زحمه، كلنا بنيجي في نفس السكه وكلنا بنحاول نكون موجودين بدري. تمام؟ فلو سمحتوا انتوا حاولوا، اللي بيحس ان هو ممكن يتاخر الصبح والسكشن الصبح معلش ينزل بدري 10 دقائق ربع ساعه وهكذا. تمام؟ زي ما قلنا مفيش حضور في السكاشن غير سكشنك. مفيش اي اكسكيوز باي معنى، مالناش دعوه ان انت اتاخرت. لو انت جايب شهاده مرضي هتشيل لك اربعه من الريكوايرمنتس. عايز تبقى تخش سكشن تاني تشتغل بس تمشي ايدك، هنحدد لك ميعاد سكشن مثلا لو فاضي يوم الخميس بيبقى في سكشن من 11 لواحده، السكشن ده فاضي ممكن تخش تشتغل فيه كده، بس مش هتبقى ايه؟ مفيش حاجه هتطلب منك. تمام يا دكاتره؟ حد عنده سؤال؟ خلاص نشوفكم الاسبوع الجاي في المحاضره وبدايه السكاشن الاسبوع الجاي، الديمو الاسبوع الجاي. ايه يا دكاتره؟